أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نطرق الموضوع مهم ألا وهو التعامل الغير جيد داخل الأسرة. مع الأسف تلاحظوا أن بعض الأشخاص يكونوا على برا لطفاء ظرفاء، لكن حين يعني تدخلوا البيت ديالهم تيكون العكس ديال ذلك وتيكونوا قباح مع الأولاد ديالهم ومع الأهل ديالهم. غادي نقول لهاد الناس حذاري من ذلك، لأن الإنسان من تيكون عنده واحد الجو مريح في البيت فهو المنتفع، لأن تخصص طبعا وقته وجهده في مسائل أخرى تتعود عليه بالنفع. طبعا ممكن تشوفوا الحلقة اللي كانت في تسيير الوقت وكيفاش قلنا أنه ضروري ومن اللازم أننا نخص وقت للأسرة. الكلمة الطيبة طبعا صدقة، وطبعا الصدقة في المقربين أولى. أشكركم على تتبعكم، وما تنسوش سلوكك يحدد قدرك.